ينظم الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز هاكاثون دوري ذكاء، والذي يعد أول هاكاثون تقني رياضي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، صمم خصيصا لاكتشاف مهارات الهواة والمختصين في الذكاء الاصطناعي من خلال 150 فريقا، كل فريق مكون من شخصين من المبرمجين ومحللي البيانات، يتنافسون فيما بينهم على تطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي، معتمدين بذلك على البيانات التي تتوفر من فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولاعبيهم ونتائج المباريات، للتوقع بنتائج مباريات الدوري السعودي المتبقية. مشروع طموح جدا، وخلوني أقول مثير أيضا، وننتظر ونترقب نتائجه يعني بكثير من الشغف، أنه هل نستطيع الوصول إلى هذه البرمجة اللي ممكن تعطينا توقع بنسب عالية جدا لنتائج المباريات ولا لا. لكن أنا أراهن كثيرا على الاتحاد السعودي للأمن السبراني وعلى كل ما يقدم.